بعد الاستماع إلى الطرفين المدعي والمدعى عليه، المحكمة الاتحادية العليا تقرر تأجيل المرافعة بالطعن المقدم بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان إلى يوم 25 من الشهر الحالي، وذلك لغرض التدقيق بعد اطلاعها على دفعات المدعيين ووكلائهما بخصوص الخروقات والمخالفات القانونية التي رافقت سير الجلسة. حقيقة دفوعنا أنه المجلس مكتمل الصلاحية يجب أن يصدر قراراته كلها بالتصويت بالأغلبية البسيطة وفقا للمادة 59 ثانيا، وأيضا الدفوع المتعلقة بالمادة 11 من النظام الداخلي اللي تنص وتحدد آلية لاستبدال الرئيس، رئيس الجلسة أو رئيس المجلس إذا تعذر قيامه بمهام بالمهام الموكلة إليه. احنا اوصلنا صور ووقاع ودفوع الى المحكمه الاتحاديه بصحه ادعائنا بالدعوين، دعوى 5 و6 اتحاديه 22 اللي توحدن، وتاجلت المرافعه لاجل التدقيق وطلبات المحكمه بابراز تقرير طبي من قبل موكلي الدكتور محمود المشداني. وكيل المدعى عليه وهو رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي قدم أيضا مجموعة من الدفعات واللوائح التي توضح دستورية الجلسة وما دار فيها من أحداث مغايرة تماما لما تحدث به المدعيان، مطالبا المحكمة الاتحادية برد الدعوى وإلغاء الأمر الولائي وفقا لما تحدث به. الحقيقة وكيل المدعي يستند إلى أسباب إجرائية يعتقد أنها خاطئة، ولكن مجلس النواب استند إلى آراء المستشارين والأمانة العامة لمجلس النواب، وهم لديهم أعراف في تطبيق آليات انتخاب رئيس المجلس ونائبه في الجلسة الأولى وكيفية اعتلاء المنصة، وهذه الأعراف البرلمانية تم تنفيذها حرفيا واستنادا للمادة 54 من الدستور والمادة 5 من النظام الداخلي. وإلى يوم 25 موعد إعلان التدقيق بدفعات كلا الطرفين، تبقى احتمالية إلغاء جلسة انتخاب الرئيس ونائبيه واردة جدا، رغم أن البعض من المختصين بالشأن القانوني شكك كثيرا بما جاء في عريضة المدعي على المدعى عليه. من بغداد، مصطفى الشمري، السومرية.